هذا الصفر بدك تقيمه لدرجة، ممكن تأخذ ممتاز 5، جيد جدا ممكن 4، جيد 3، متوسط 2، ثم ضعيف 1. في نهاية بشوف أنا ما عدد النقاط التي حصل عليها الموظف. أوكي، مثلا أي مثال عملي، هاي المعايير تم تحديد الوزن المعطى لكل معيار، وهي عنا التدرج، ممتاز جيد متوسط، يعني هذا المعيار وزنه 35، اللي بيجيب 35 ممتاز، 25 جيد، 15 متوسط، أقل من متوسط 5. أنا هون بوضع الدرجة، أنا هون بوضع الدرجة اللي حصل عليها المرشح. هون ممكن أجي أقول هل بالضرورة أنا بلتزم بال 35؟ لا، لاحظ أنت هلا في مدى بين ال 35 وبين ال 25، يعني في مرونة، ممكن أنا أعطيه مثلا هون 17، ما في مشكلة. طيب جودة العمل، فسرت هذا المعيار وحددت إيش يعني ممتاز، إيش يعني جيدا، ممكن أعطي أنا هون مثلا 21 مثلا، ممكن أعطي أنا هون مثلا 13، وهكذا في النهاية بحدد مجموع النقاط اللي حصل عليها المرشح. ردا على سؤال نور، تعتبر هذه الطريقة حاليا أوسع انتشارا، أسهل في التقييم، أبسط في الاستخدام، تعتمد نماذج رسمية، لكن تبقى ضمن الطرق التقليدية للتراديشنال. إيش يعني تراديشنال؟ أنها لا تشارك الموظف في عملية التقييم. يعني هون من اللي بده يقيم الموظف؟ الرئيس مباشر، وقد لا يطلع الموظف على نتيجة تقييمه. فنيجي لطريقة أخرى في التقييم بنسميها Behavior Anchored Rating Scales، تعطى كلمة PAIRS، مقاييس تقييم ثابتة سلوكيا، مقاييس تقييم ثابتة سلوكيا. خلينا نشوف مين معانا مشاركنا ونسمع صوته. يلا يا أسيل مسلماني، إذا ما فيش مشكلة عندك. An appraisal method that aim at combining at the benefit of a مش باينة critical incident quantified rating by anchoring a quantified scale with a specific narrative مش good and poor performance. طريقة مقاييس تقييم ثابتة سلوكيا، هذه الطريقة إلى حد ما يعني تجمع بين فوائد طريقة الأحداث اللي سميناها قبل شوي الحرجة، والطريقة الكمية من خلال اعتماد مقياس كمي مع أمثلة تسرد بشكل محدد الأداء الجيد والضعيف. Then involve multiple group of employees in development، متعددة يعني من الموظفين في عملية التنمية. تطبيق هذه الطريقة يا أسيل بتضمن 3 steps. Number 1 identify important job element، يعني بدنا نحدد شو الأحداث المهمة اللي قام فيها الموظف. Then describe various level of performance، بدي اوصف مختلف الابعاد. check for reliability، بدي اتحقق من موثوقيه او اعتماديتها. اعطي مثال، وهذه الطريقه في قمه الروعه. الحلو فيها انه بيكون في هناك تفسير لدرجه القياس اسمها سلوكيا، يعني أنا بدي أفسر درجة القياس بإشي سلوكي. يعني مثلا لما أجي أكون هناك أنا بالطريقة السابقة ممتاز، طبعا شو معنى ممتاز؟ قد يختلف ممتاز من شخص لشخص. أجي أكون مثلا أنا
والله أنا عندي موظف في الحضور والغياب ممتاز. طب لو سألنا رئيسين مباشرين شو تفسيرك لممتاز؟ ممكن واحد يقول لي إنه هذا الموظف بتغيبش نهائيا. أقول له أنا بالنسبة إلي هذا مش ممتاز. ولا شو ممتاز؟ الممتاز بالنسبة إلي إنه هذا الموظف عنده استعداد يتأخر في الشركة لإنهاء المهام المكلف فيها. فهمنا؟ فبالتالي إجت هذه الطريقة تحدد سلوكيا، تفسر سلوكيا. فعندنا 5 درجات: متميز وجيد جدا وجيد ومتوسط وضعيف. لاحظ المتميز أعطيناه درجتين 9 و10. لنفترض إنه هذا التقييم واضح مثلا لمبرمج، أعتقد يعني من خلال الكلام، اسم الموظف، القسم، اسم القائم بالتقويم، التاريخ، التعليمات، فضلا اقرأ مجموعة السلوكيات التالية لعمل الموظف ثم ضع علامة صح. متميز: يقوم المبرمج باستخدام كل مهاراته الفنية وينجز كل المهام بطريقة رائعة. طب في طريقة رائعة وأقل روعة، إذا بإمكاني أنا أعطي 9 أو 10. شوف الجيد جدا: يقوم المبرمج في معظم الأوقات باستخدام جزء كبير من المهارات الفنية وينجز معظم المهام بطريقة جيدة مش بطريقة رائعة. شوف الجيد، لاحظ كل هذا يفسر سلوكيا لصفة واحدة. جيد مثلا: المبرمج قادر على أن يستخدم بعض المهارات الفنية وينجز معظم المهام. شوف المتوسط: يواجه المبرمج صعوبة في استخدام المهارات الفنية وينجز معظم المهام متأخرا. شوف ضعيف: يواجه المبرمج صعوبات جمة استخدام المهارات وينجز المهام متأخرا بسبب هذه الصعوبات. إذا شو من نحن هون؟ هذه المقاييس فسرناها سلوكيا. فبالتالي قدرتي كمقيم في الحكم على أداء الموظف بيكون أدق، كونه في هناك تفسير لدرجة المقياس، وهذه في قمة الروعة تستخدمها الشركات. لكن دكتور بس انا اسف بس سؤال بس هذول بكون يعني حسب ما انه مثلا الاهم للأسوأ وما بين 9 و10 اللي هو اضعف واحسن، صح بكون؟ يعني هلا بدي اجي اقول انا والله نور ممتازه. طب فيش ممتازه، فسر شو معنى ممتاز. في شيء اكثر امتيازا، يعني في متميز وفي ممتاز، وفي جاي جدا يكون مرتفع وفي جاي جداً. هلا عندنا في الجامعه مش في بي بلس وبي وبي ماينس، صح؟ هلا الجامعة فسرت شو معنى كل دلالة للحرف الموجود لديها. لكن للأسف كل الأساليب السابقة أساليب تقليدية تراديشنال، يعني شعارها السرية في التقييم. معنى السرية إنه لا يطلع الموظف على نتيجة أدائه. يا سلام، بالتالي إذا ركوه بيعرفش ليش ركوه، وإذا حجبوا الترقية عنه بيعرفش ليش حجبوا الترقية. يعني ما في مصداقية. أيوة. ما في مصداقية. منظمات حديثة باستخدام ما يسمى بالمانجمنت أوبجكتيفز. إيش يعني MBO؟ تذكروها طريقة الإدارة. يلا الإدارة بالأهداف. هذه الطريقة يا محترمين أشوف. يا أيمن، أيمن باشا معاي، تسنيم عبد الله. دكتور. يا تسنيم نايمة. يلا، مين اللي وضع الـ MBO؟ تعرفي ناسي؟ مش عارفة. يلا مش مشكلة، احنا بس من باب التفاعل، يعني بديش المحاضرة تكون one way يعني لحالي اللي احكي يعني. صح يا يوسف بيطار، احكي لي صح يا اخي، يعني سمعنا صوتك اقل ما فيه. نعم، اللي وضعها بيتر دراكر، واللي كان شعارها ايش؟ مشاركة الموظف في عملية التقييم. اسمعني، يعني ليس المقصود بالمانجمنت باي اوبجكتيفز اني بس انا ابلغ الموظف بنتيجة التقييم، نو، أن يشارك الموظف في وضع المعيار.
أن يشارك الموظف في وضع المعيار. طب خليني أفسح مجال للأسئلة، إذا حدا فيكم بحب يسأل سؤال، ويريد زي ما ذكرنا يعني اللي حاب يسأل سؤال إنه يرفع لي إصبعه خلينا نشوفه مشان نعطيه مجال للاستفسار. ولما فيش يبدو يعني خجلين شوية. طب نرجع للان بي او، طريقة الإدارة بالأهداف، the term management by objectives MBO usually refers to a multi-step company-wide goal setting and appraisal program. يشير مصطلح الإدارة بالأهداف عادة إلى برنامج تحديد الأهداف وتقييم الشركة على نطاق واسع. MBO requires the manager to set specific measurable organizationally relevant goals with each employee and then periodically discuss the latter's progress toward these goals. تطبيق الإدارة بالأهداف بتطلب من المدير أن يحدد أهداف معينة، هذه الأهداف قابلة للقياس وترتبط بالأهداف، ثم يتم مناقشتها بشكل دوري مع الموظف لمعرفة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف. ونذكركم شوية، تطبيق الـ MBO يتطلب 6 خطوات رئيسية. ما هي تلك الخطوات؟ خلينا نشوف. أول خطوة في تطبيق الـ MBO تكمن في set the organization's goals، وضع أهداف المنظمة. طبعا بالمشاركة، هي أصلا اسمها MBO، كل هذه الخطوات تقتضي أن يشارك الرئيس المرؤوسي. set the organization's goals، وضع أهداف المنظمة طبعا بيتم من خلال الخطط المستقبلية. then set departmental goals، وضع أهداف الأقسام أو الإدارات وطبعا بالمشاركة بين الرئيس والمرؤوس. then discuss departmental goals، لابد من مناقشة أهداف كل قسم ومعرفة كيفية تحقيقها. define expected result، نحدد ما النتائج المتوقعة على الأجل القصير وعلى الأجل الطويل. then conduct performance reviews، لابد من مراجعة الأداء. إذا أنا هون ما بنتظر إني أراجع الأداء مع نهاية الفترة الزمنية، نو. كل فترة لابد من الاجتماع، لابد من النقاش حول ما الذي تم تحقيقه من الأهداف، ما المعيقات التي تم أو اللي حالت دون الوصول مشان نعمل عملية العلاج، ثم تزويد العاملين ببروفايد فيدباك. يجب أن يزود كل موظف بتغذية راجعة عن أدائه. فواضح إنه شعار الـ MBO بيقوم على فلسفة، لابد من مشاركة الموظف في عملية التقييم. حتى الموظف بيفترض إن هو بيحب يعرف ما رأي الآخرين في أدائه. ممكن أعطي مثال عملي أهو يوضح الشكل أمامكم. أحد أساليب تقييم الأداء عن طريق الـ MBO وذلك في إدارة المبيعات، هي الأهداف، المعايير، وهي الهدف اللي نوضع للموظف، وهي الإنجاز اللي حققه، ونسبة أو درجة الانحراف. مثلا وضعنا معيار إنه عدد الزيارات البيعية للعملاء اللي هم الكستمرز لازم تكون 150 خلال فترة زمنية معينة. شو الإنجاز اللي حققه الموظف؟ 160. إذن في إيش هون؟ في زيادة 7%. أيوة، يعني بدنا نكافئ الموظف على هذا الكلام.
عدد العملاء الجدد اللي بده يتم الاتصال فيهم وضعنا له 50. شو عمل هو؟ أنجز 50، يعني حقق الإنجاز، يعني فيش انحراف، صفر. كمية المبيعات من السلعة، سلعة رقم 4 مثلا الآخرة، 1000 وحدة. شو أنجز؟ 950. ها؟ إذن في عنده انحراف بمقدار 5%، يعني معدل الإنجاز الفعلي كان 95%. وهكذا كمية المبيعات، لاحظ في عنا زيادة. عدد الشكاوى، في عنا قصور من الموظف، نشوف ليش، شو أسبابه، نعمل على علاجه. عدد التقارير البيعية في الشهر لازم تكون 10، هو أنجاز 80%. فيبدو من خلال النظر إلى الشكل أنه استطاع هذا الموظف أن يحقق الأهداف المطلوبة منه. ولا عندكم رأي آخر؟ طبعاً أكيد لا. هذه الطريقة تتسم بالموضوعية، وإن كانت تحتاج إلى مجهود زائد من الرئيس مباشر في تحديد أهداف محددة وواضحة وكمية مقبولة من مرؤوسي. هذا اللي إحنا بدنا إياه، رسالتنا لمؤسساتنا، من الضروري تطبيق الـ MBO لأسباب عديدة. بتخلق عند الموظف مسؤولية ذاتية. يعني الرئيس المباشر لما يشارك موظفيه في وضع المعايير والأهداف، فيش مجال للتنصل، مو أنا أصلاً بكون شاركت في عملية وضع الهدف. إذن بثير الدافعية عندي من أجل تحقيق هذا الهدف. هيك بنكون هيك يا محترمين، إحنا أنهينا التشابتر الخامس، وهلأ بدنا نفسح مجال للاستفسارات، فيا ريت الجميع يشاركنا. لكن للأسف يبدو العدد اللي معانا في المشاركة عدد قليل جدا، ما بعرف يعني شو السبب. يعني احنا بدنا نضع علامات، جزء من العلامات على هذا المشاركة، يعني حتى اللي عندي هون لا يتجاوز 1 2 3 4 5 6 7 8